بكم من جديد ونناقش المادة الثانية من الدستور. سيادة النائب شعبان عبد العليم، وجهة نظركم ايه في المادة الثانية، في نص المادة الثانية؟ بنرجع للمادة الثانية. المادة الثانية اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة متفق عليها من سنة 71. جاءت المحكمة الدستورية عام 1996 في شهر مايو وفسرت ماذا يقصد بكلمة مبادئ. فقالت يقصد بالمبادئ الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وقالت كده بالنص الواحد: لا يجوز أن ينافي أو يناقض نص تشريعي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. قالت لا يجوز، لأن هذه الأحكام ممنوع، يعني يمتنع الاجتهاد فيها ويمتنع أيضا تأويلها أو تبديلها. ده نص المحكمة. لما علق الدكتور يحيى الجمل قبل الثورة يمكن كمان على هذا النص، قال ان النص ده اتقلبت من الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع الى المصدر الرئيسي. قال دي عشان يزحلقوا، قالها مع الأستاذ عمرو أديب او مع الأستاذة منى الشاذلي الاول، قال ان دي عشان يزحلقوا الخبر الخاص به التعديل اللي عطل السادات التمديد مدد اخرى، قالوا لم يكن لها مقصد الا هذا. وقال ان التعديل اللي حصل في هذه الكلمه معناها انه المبادئ العامه العليا اللي هي الغربه بالغنم ولا ضرر ولا ضرار، وان العهد كان مسؤوله، وقال 15 مبدأ 12 مبدا نص صفحه. انتوا بقى رايكم ايه؟ ما انا هكمل لحضرتك عشان الوقت، بس عشان ما تخليش اقطع كل وقت، وعشان الجمهور يفهمني صح. طيب حضرتك بتقطعي كلامي. انا مش بقطعك، انا عايز اوصل. طيب هقول لك رايي بس. جه مع الاستاذ عمرو اديب قال نفس الكلام. لا ما هو قال قدام الاستاذه منى الشاذ. طيب. انا بكلمك بوثائق، انت حضرتك مش عاوز هي وصائق. هي بس بتشير ان في سنه قرابه، فمش عايزه بس مش وقته. انا بتكلم عنه كصحفي وليش دعوه في شخصيه مستقله عنها هي. طيب يا فندم عشان الوقت والله العظيم. طيب وقال الاستاذ عمرو حمزاوي قال نفس الكلام. طيب. قال انه هاتوا لي نص في التشريع القوانين المصريه يخالف الشريعه الاسلاميه. سالوا الاستاذ عمرو اديب بالحرف الواحد، قالوا لكننا لا نقطع يد السارق، قالوا انا اتكلم عن المبادئ وليس عن الاحكام. إذن في فرق بين كلمة مبادئ وأحكام. المبادئ دي معروف عنها مع معرفات المحكمة الدستورية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وبالتالي بتتكلم عن مبادئ عامة. فيها كلام، فيها كلام. انتوا رأيكم قطعية الثبوت وقطعية الدلالة يبقى هنحجب الشريعة. انت ملزم بنص المحكمة الدستورية ولا مش ملزم؟ لا المحكمة قالت كده. سبحان الله، انتوا امتى بتلتزموا بحق برأي المحكمة الدستورية؟ عندما بس يعجبكم. ايه احنا ما التزمناش بيه امتى؟ اهو الحل المجلس، ما انتوا شايفين. حل المجلس خليه على ربك بقى عشان ما تخشوش على المجلس. بعدين على ربي قطعية المصريين فاهمين كل قطعية الدلالة. ما فيش ينظر النصوص قطعية الدلالة قليلة جدا يا فندم. انا بتكلم على النص الحكم الاداء، كلام على، انا بتكلم على كلام على حكم المحكمة. ده هو حكم المحكمة بيتكلم عن وجه من وجه. تتكلم عشان مش عايز اقطعك، عشان فبالتالي لو مسكنا حكم المحكمة ده اللي خلانا نبدا نقول لا، يبقى كلمة مبادئ تفسرت بالمحكمة تفسير اذا ثبتت عليه يبقى فرغنا الشريعة من مضمونها. والكلام ده قاله الدكتور يحيى الجمل، قال فرغت الشريعة من مضمونها واصبحت 12 15 نص، منهم 12 نص او 10 في القانون الروماني والقانون الكنسي. فانتم ترون انها احكام الشريعة، يا اما احكام او الشريعة بس او الشريعة. دكتور هذا هو. انا ارى المبادئ، لان المبادئ ليست كما قالت المحكمة الدستورية العليا، أو ليس كما سمعت من أخي العزيز الدكتور شعبان، وإنما هي الأحكام الكلية المستقاة من مصادر الشريعة. جميل. المبادئ الكلية المستقاة من أحكام الشريعة، والتي تتفرع عنها الأحكام التي يمكن أن تتغير بحسب التشريعات وبحسب الظروف وبحسب المكان. يعني أنا مش عايز أحنط الشريعة في حكم، لأن معنى أن أنا أقول حكم معناه أنني حنطت الشريعة في واقعة محددة وفي مكان محدد، وشريعة الله لم تنزل للتحنيط ولا للتقييد بزمان أو بمكان. جميل. هي شريعة الناس والاحتكام إليه. ولذلك لما أجي أقول أحكام معناه أنني حنطت الشريعة وقيدتها. جميل. المبادئ هي الأصول الكلية المستقاة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، والتي تحوي جملة من الـ الأحكام التي يمكن تصدق على واقعه. يعني زي من ضمن المبادئ مبدأ التراضي في المعاملات، الرضا، لا يجوز لإنسان أن يأخذ مال الآخر إلا بالتراضي. التراضي بقى وما يتعلق به من الأمور، بقى كل عمل لا يتعلق بالتراضي أو ينافي التراضي أو يأتي عن طريق الإملاء من الدولة أو عن طريق قانون زي الامتداد القانوني أو غيره، أقول هذه مبادئ تشريعية أو مبادئ مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا من ضمن المبادئ العلاقة بين الرجل والمرأة. العلاقة تقوم
تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة. يبقى أي صورة من الصور التي تظهر مخالفة لهذا الأمر أو أي فعل من الأفعال التي يصادم ما صنه الشارع في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع في علاقة الرجل بالمرأة يعتبر مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية. هذه أمثلة قصيرة أو مثلين أردت أن أدلل بهما على المقال. أنتوا ليه مش موافقين على أستاذة لبس؟ أنت مقفليش كم يا فندم؟ أنا عندي مشكلة وقت. الكلام اللي بيقوله الدكتور عبد الله كلام جميل لكن اللي هيسري بقى حكم المحكمة الدستورية ولا كلام الدكتور عبد الله؟ لا كلام الدكتور عبد الله. كلام الدكتور عبد الله طبعا. كلام الدكتور عبد الله العين والرأس. العين والرأس. احنا بنقول الأزهر هو المرجع. انا الكلام الذي اقوله لان الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة لم ينزل من الاحكام قطعية لان مفيش نص. نعم. تقدر تقول ان نتفق عليه جميع النصوص محل اجتهاد والا الائمه الاربعه والمذاهب الفقهيه التي يزيد عددها عن 20 مذهب. نعم. قد يكون هذا المذهب في فهم نص معين من النصوص وده من مميزات الشريعه ان فيها من القدره على استيعاب مفاهيم الناس والعقول ما يتسع لمواجهه الواقع. جميل. انما لما اقول قطعي الدلاله هذه لا تكون الا في الامور التي تتعلق بجانب الله عز وجل. صحيح. بامور العباده التي لا تتغير. كلام الدكتور امور العباده التي لا تتغير مفيش أمور العبادة التي لا تتغير دي ثابتة وقطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فاعلم أنه لا إله إلا الله دي ما حدش يختلف فيه. خدت بالك؟ لكن يعني بالنسبة للمعاملات المعاملات بتتغير. يعني أنتم موافقون على حضرتك موافق يا فندم؟ إحنا ما كناش بنختلف على كلمة مبادئ. أمال إيه؟ ده لما جه تعريف المحكمة هو أنتوا دلوقتي مستندين لتعريف المحكمة مش هو اللي بيمشي في التصويت. في التصويت في التصويت هتؤيدوا أنها مبادئ الشريعة إذا صار ما يقوله الدكتور عبد الله. بس أنا هقول لك حاجة تفسير ما فيش اختلاف. انا بس عايز انبه طيب حتى بالنسبه لحكم المحكمه الدستوريه عشان ما اظلمهاش لانهم فقهاء كبار. نعم. نحترمهم ونجلهم. نعم. هذا الحكم بيصدر في واقعه محدده. نعم. وقد يكون موضوع الواقعه التي قالت انه قطعي الثبوت قطعي الدلاله خاص بهذه الواقعه فهي قضيه عين لا عموم لها. دكتور عماد الحد الادنى اللي انتوا كتيارات ليبراليه او كاحزاب مدنيه ومش بتكلم عليك ككنيسه ولكن كرجل قبطي يعني الحد الادنى اللي ممكن توافقوا بيه. لا شوفي هو الحد الادنى الاحفاظ على نص الماده الثانيه كما هو حتى الاضافه اللي بنقول وغير المسلمين يحتكموا تتحط في ماده ثانيه في فصل ثاني. من غير الاضافه. لا انا بقول لا من غير الاضافه. لا ال- 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 الماده الثانيه انا رايي تفضل زي ما هي تبقى كما بمبادئ هي. ولو عايزين اضافه لاحتكام في شؤونهم الخاصه وشؤونهم الدينيه تتحط في ماده ثانيه في حته ثانيه يعني فده واقع. ده واقع من غير نص عليه يعني ايه لو الناس هتنص عليها تريح يعني. يبقى لانها بالنسبه لهم بتفرق في 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 حاجات كتير. لكن هو المشكله جايه منين يا استاذ لميس؟ مشكله انك انت لما بتيجي تناقش هذا الموضوع ما بتطلعيش بنتيجه. يعني ممكن اقول لك في الاخر لخصي لي الحوار انت طلعت بايه. ما بتطلعيش بنتيجه لانه الديبيت شغال زي ما بيقول الدكتور شعبان. صحيح الناس بتتكلم لكن انت في المرحله النهائيه انت عندك دلوقتي بقى. قبل التصويت انت عندك اتصالات قائمه وقوه سياسيه بتصل ببعضها وقوه ومرجعات بتصل ببعضها. انت مش عارفه الاتصالات دي هتوصل لفين. فاما نقول من دلوقتي احنا عايزين الماده دي كما هي زي ما شرحها الدكتور عبد الله ما احنا مش مختلفين. ايوه الاتصالات واصله لفين الان؟ الحريه والعداله اعلنت انها تفضل الابقاء. ما انا بقول لك انا مش انت عايزه اجابه. طب الدكتور عماد يقول لحضرتك في اتصالات وتنسيق. اقسم لك بالله وانا في حزب النور اهو ما حصل بيننا قعده ولا تعالوا ننسق ولا تصويت ولا الكلام ده كله وكل واحد في لجنته شغال بدماغه هو. لا تنسيق بين النور والحريه والعداله حول الماده. ده انا داخل النور ما فيش الكلام اللي بيقوله الدكتور عماد. انا بكلمك على الهواء مباشره. انا في لجنه الحريات بشتغل بعقلي. ما جاش كده حزب النور في اسكندريه وقالوا لي تعالى تقول دي كذا وتقول دي كذا وتقول دي كذا. انا اكيد لديكم مبادئ واضحه في التصويت. انا بكلمك على الهواء مباشره واللي عنده غير اللي بقوله يتصل ويقول لي لا غير صحيح. دكتور عماد تنسيق يا دكتور ده احنا بنعبر عن كل المصريين. ما فيش الكلام ده ان احنا بنقعد بليل بقى ونجهز لبكره نعمل ايه وانت في لجنه الحريات والحقوق تعمل ايه. هو ده المفروض على فكره. ما بيحصلش يا فندم. ودي على فكره امور لا يتفق عليها لان امور الفقه والاجتهاد ما تقدرش معظم مواد الدستور يا دكتور عبد الله لو اتكلم امور الاجتهاد ما تقدرش تليث النيه على انك تفسري على شيء. انا بقسم لك بالنهار. لازم بليل يا دكتور شعبان ولا بنهار بنهار يا دكتور. المؤمن لا يكذب بالمعنى السلبي بتاعه. دكتور عبد الله يعرف ايه ما اقول. المؤمن لا يكذب. لما اقول لك كلام هنا انا بقول يا سيدي هو قال لك ان انت كذبت محرر في كل الاديان. دكتور قول يا اتفضل كذب محرر عشان لازم اخرج فاصل اخر. لا قبل الفاصل بقول لك الدكتور عماد بيقول اتفاقات وتنسيق. انا بقول لك انا عضو هيئه اقول لك حزب النور ما حدش اتصل بي وقال لي في الحريات. ايوه بس في تنسيق. خلي بالك يا دكتور عماد ما حدش اتصل بي قال لي في الحريات الماده بتاعه التمييز تقول فيها ايه والماده كذا. ما فيش دكتور عماد عشان لازم اخرج فاصل. على فكره انا دارس علوم سياسيه. كلمه اتفاق وتنسيق مش بالضروره تاخد المعنى اللي حضرتك وصلته. تمام. لا لكن لانها بتبقى
اتفاقات، مش عايز اقول صفقات، بس بليلي دي تبقى، انا ما قلتش بليل، ده هو اللي قالها، انا ما قلتش بليل دي خالص، خليها بالنهار بالنهار. فاللي انا عايز اقوله ايه، انت عندك قوة، عندك زي ما قال الدكتور عبد الله، وانا شايف ان 90% من المشكله جايه من دي، التصريحات اللي ليل نهار شغاله. يعني انت ما انت بتخاطب ناس، وناس قلقانه كويس، لما يجي يقول لك جزيه مش عارف نعمل ايه نطلع ايه، ما الناس بتقلق، والتصريحات دي بتيجي من شخصيات ما هياش شخصيات ضعيفه، انتهت التصريحات دي انتهت، وكده. فاللي انا عايز اقوله اراء فرديه، يعني مش ينفخ فيها النهارده، اراء فرديه. لو احنا واصلين لقناعه بانه الـ 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 الامور ستظل كما هي، ليه ما بيوصلش لتفاهم محدد فيها؟ الخوف ان انت دلوقتي لما تدخلي في تصويت على ديت ما تعرفيش انت التصويت هيوصلك لغايه فين. طب هل لما يجي تصويت وروح شايل كلمه مبادئ او حاطط احكام كويس، هل ده تفاجئي بيه فتنسحبي من تصويت؟ يعني باختصار لابد ان تكون هناك مواقف معلنه قبل التصويت. واضح، صح بالظبط. هنخرج فاصل اخير، وبعد الفاصل نشوف اخر مواقف، يعني الازهر موقفه واضح مبادئ، الكنيسه موقفها واضح مبادئ، التيار السلفي او حزب النور شايف انه يفضل احكام، لكن انا في باب الحريات والحقوق اللي انا عضو فيها فيها ما اخطر من الماده دي، والناس ما بتلتفتش ليها. ماده الحريات في مواد كلها، ده مواد كتيره جدا. زي ايه؟ زي ايه؟ زي نمره واحد التمييز، نمره اثنين حريه العقيده، لا دي مفروض ما عليهاش خلاف، مبادئ الشريعه عدم التمييز، لا في خلاف، الناس سواسيهم كاصلان المشكله، ممكن ينشا خلافات، لا دي ما عليهاش مشكلات، المشكله الاساسيه على ماده بلك مبادئ الشريعه داخل هذا النص، خلاف محدود وفي مكانه وهينتهي. طيب هنخرج فاصل اخير، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار مع ضيوفنا الافاضل.